حبوب الكاكاو الخام تبتعد عن طريقة التحميص التقليدية في مصنع راكا فيرجن للشوكولا في بروكلين أمريكا، والمؤسس رايان تشيني يعتمد على الطهي بحرارة مخفوضة ليترك الشوكولا خالصاً. إذا وجدنا حبوب الشوكولا الجيدة لا نحتاج إلى تحميصها كثيراً لتغيير طعمها، فنرسلها صافية إلى الزبائن. صانعو الشوكولا يقولون إن أنواعاً من الشوكولا صارت ترفاً، ولكن في اقتصاد متواضع. مصنع راكا ينتج 3500 قطعة شوكولا ذات الكثافة العالية أسبوعياً. سيلفيدوس التي أسست معرض الشوكولا في نيويورك منذ 14 عاماً لا تتفاجأ أبداً بارتفاع الطلب على الشوكولا، وتقول إن النكهات الجديدة والمتنوعة للشوكولا تلاقي نجاحاً واضحاً، وترى أن أذواق الزبائن قد تطورت كثيراً. كنا في السابق نتكلم عن المكونات المرافقة مثل الشوكولا المغطى بالكريمة أو الشوكولا باللوز أو بالقرفة، أما اليوم فيتم التركيز على الشوكولا بذاته. انظر، ليس هناك إضافات، إنه الشوكولا وحسب. الكاكاو المكثف يلاقي شعبية واسعة، ولكن هناك خيارات أخرى محيرة للمدمنين على الشوكولا. مؤسسا نونوس تشوكلت جاستن وأندي يزاوجان بين الشوكولا وأنواع أخرى مختلفة كالبيرة والشاي، وقد زادت مبيعاتهما هذا العام 3 أضعاف. في كل مرة نضع شيئاً جديداً مع الشوكولا وننتظر لنرى النتيجة، وكنا دائماً نفاجأ بالمظهر الجميل جداً في العلبة بالإضافة إلى الطعم الرائع. كيفما كان المظهر لابد أن يكون الطعم لذيذاً.